يا مساء الخير والسعادة على كل مشاهدينا، مشاهدين ترانز على شاشة القناة الأولى. زي ما عودناكم جبنا لكم الأسبوع ده كل الأخبار اللي انتم اتكلمتوا وكنتم مهتمين فيها على مدار الأسبوع على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبتدي بفقرة ترانز أوف ذا ويك. أزمة سمك القرش تنتشر في دول البحر المتوسط. خدعة فان ديزل. سطلانة تتصدر الترند. ولسه سمك القرش متصدر الترند، وده بسبب أكتر من حادثة حصلت الأسبوع ده، وطبعا أشهرهم هجوم سمكة قرش على المصيفين في شاطئ كوستا بلانكا في أسبانيا زي ما احنا شايفين في الفيديو اللي قدامنا. الغريب في الموضوع أن الشاطئ ده معروف عنه أنه آمن تماما، والواقعة التانية حصلت في شاطئ الحمامات في تونس، ولكن أغرب حادثة كانت في ليبيا وتحديدا في شواطئ العاصمة طرابلس، وقدر مجموعة من الصيادين أن هم يصطادوا عدد كبير من سمك القرش من الشواطئ اللي هي معروف عنها أصلا أن هي ما فيهاش قرش. الحقيقة أنه كتير من الصحف العالمية اهتمت بالأحداث دي وقالت أن الموضوع بيرجع للتغيرات المناخية، واللي غالبا هي اللي أثرت على أسماك القرش وزورها في مناطق مش المفروض أنها تظهر فيها. النجم العالمي فان ديزل اتصدر الترند الفترة اللي فاتت، وده بعد الجدل الواسع اللي أثاره بعد ما نشر صور ليه على صفحته الشخصية على الإنستجرام وهو واقف قدام تمثال أبو الهول، وده طبعا كان بالتزامن مع عرض فيلمه الجديد اكس فاست في سينمات مصر. كتير من الجمهور اعتقدوا انه في زياره لمصر للاحتفال بنجاح الفيلم، ولكن الحقيقه ان الصوره دي والصور كلها طبعا كانت صور قديمه ليه، وبيرجع تاريخها لسنه 2011، وكانت بالتزامن مع عرض فيلمه فاست 5. قدر فيلم اكس فاست لفان ديزل انه يحقق نجاح كبير جدا في جميع سينمات العالم، وبتدور احداث الفيلم حوالين مواجهه فان ديزل لخصم شرس وخطير وهيمثل تهديد مرعب ليه، وهيحاول انه يدمر عائلته بالكامل. اتصدرت اغنيه سطلانة لعبد الباسط حموده وحمدي باتشان ومحمود الليثي الترند بقوه على السوشيال ميديا بعد احتفال لاعبي الاهلي على انغامها بعد فوزهم ببطوله افريقيا الاسبوع اللي فات. الغريب ان الاغنيه ما بقتش ترند في مصر بس، ولكن بقت في كتير من الدول العربيه، وشفنا مثلا جمهور نادي الرجاء البيضاوي المغربي بيحتفل بفوز فريقه في الملعب بان هم غنوا الاغنيه بشكل جماعي. الاغرب في القصه ان الاغنيه كانت ضمن احداث فيلم بعد الشر بطوله علي ربيع، وما كانتش محققه اي نجاح، ولكن بعد احتفالات لاعبي الاهلي الاغنيه حققت فيوز تخطت ال 7 مليون فيو في اقل من اسبوع على اليوتيوب. والموضوع ما وقفش لحد كرة القدم بس، ده كمان شفنا كتير من الفنانين وهم بيغنوها في الاحتفال بعيد ميلاد النجم كريم محمود عبد العزيز الأسبوع اللي فات. وبكده تكون خلصت فقرة ترانز أوف ذا ويك.